السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بجميع الإخوان والأخوات المغاربة والمغربيات في المكنتو أزول في اللوم. آخر مستجدات وتطورات قضية مقتل الطالب بدر على يد ولد الفشوش والعصابة دياله، وهذا ما قررته محكمة الاستئناف بالبيضاء في جلسة البارحة. قبل ما ندخلوا في التفاصيل، رجاء إذا كنتوا أول مرة كتشوفوا القناة وعجبكم المحتوى فما تبخلوش باشتراكاتكم وفعلوا الجرس باش ديما يوصلكم الجديد، وفضلا منكم ما تنسوش تضغطوا على زر الإعجاب. في آخر مستجدات أخطر قضية اللي هزت الرأي العام المغربي ككل صيف السنة الماضية، جريمة اللي راح ضحيتها الشاب بدر على يد ولد الفشوش والعصابة دياته. جلسة البارحة اللي كانت بتاريخ 20 فبراير الجاري عرفت انطلاق نقاش الدفوع الشكلية والطلبات الأولية اللي من خلالها كتعطى فرصة للدفاع ديال المتهمين باش يناقشوا الظروف اللي تم فيها الاعتقال ديال الموكل ديالهم ومجموعة من الطلبات الأخرى اللي غادي تعرفوها من خلال هذا الفيديو. اولا الدفاع ديال المتهم الرئيسي اللي هو ولد الفشوش طرح واحد السؤال مهم بزاف امام القاضي، واللي تيقول من قاتل بدر؟ شكون اللي قتلو؟ يعني شكون اللي داز عليه بالسيارة؟ المحامي تيقول ان الروايات تختلف كله وكيفاش كيحلل الموضوع من المنظور ديالو، ولكن خاصنا نعرفو الحقيقة شكون اللي قتل بدر بالفعل. وهذا علاش المحامي ديال المتهم الرئيسي طلب إعادة بث الشريط اللي كيوثق ديك اللحظة اللي تهجم فيها ولد الفشوش واللي معاه على بدر، واللحظة اللي دازوا عليه بالطنوبيل، وكيطلب بإحضار واحد الخبير للمحكمة اللي غيشرح لينا اشنو اللي وقع في الفيديو بالعرض البطيء، ويورينا كل متهم وشنو الدور ديالو وشنو الافعال اللي قام بها. وهكذا تيقول انه منين غادي نعاودو نشوفو الشريط بالعرض البطيء غادي يتضح لينا شكون بالفعل اللي داز على بدر بالطنوبيل، واللي بغى يلمح ليه هنا الدفاع انه راه ماشي ولد الفشوش اللي كان سايق هذيك اللحظه. ثانيا الدفاع ديال المتهم الرئيسي طلب عرض الموكل ديالو على خبره طبيه لتشخيص قدراته النفسيه والعقليه، يعني تيقصد يدار واحد الملف طبي للمتهم الرئيسي، وهذا غادي يكون بتعيين 3 اطباء اللي غادي يعملوا واحد الخبره طبيه للمتهم الرئيسي باش ياكدوا واش هو انسان طبيعي او اللي كيعاني من شي اضطرابات نفسيه وعقليه، لانه حسب الدفاع المتهم الرئيسي ما كانش في الوعي ديالو اثناء ارتكاب الجريمه، وبالتالي الدفاع كيطالب ببطلان اعتقال وايداع الضنين السجن. وخاصكم تعرفوا اخوتي ان ولد الفشوش كيواجه تهم ثقيله بزاف اللي كتوصل العقوبه ديالها الى حد الاعدام بفعل التورط ديالو في ارتكاب جنايه القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد، اذ لم يكتفي بالتربص بالضحيه في مسرح الجريمه بل عمد الى الايداء العمدي والنية في تصفيته بعد دهسه بسيارته رباعية الدفع وتكرار العملية لإزهاق روحه، يعني كيمشي وكيجي على الجثة ديال الضحية باش يتأكد أنه فعلا صفها ليه، إضافة إلى تكوين عصابة إجرامية بالاستعانة بأربعة أشخاص وقيامهم باستعمال أساليب العصابة بتحريض كلب شرس وإزالة لوحات ترقيم السيارة وسرقة هواتف المعتدى عليهم رفاق الهالك بدر. خصكم تعرفوا ان التليفون ديال بدر لغاية هاد الساعة ما بان ليهش الاثار، يعني منين سرقوه ليه من جيبو اثناء ارتكاب الجريمة الى غاية اليوم فداك التليفون الله اعلم فينا هوايا. دابا غادي ندوزو للطرف الثاني اللي هما والدين بدر، دفاع المطالبين بالحق المدني اللي هما الوالدين ديال المرحوم، تيقول على انه كاينين مجموعة من الشهود لكي أكدوا سياقة المتهم الرئيسي للسيارة لصدمات بدر، وهو بنفسه أكد هذا الشيء في الاعترافات دياله أمام الضابطة الأمنية وأمام قاضي التحقيق. ومنين واجهه قاضي التحقيق بالفيديو قال آه بالفعل هو اللي كان سايق السيارة وهو اللي صدم بدر بالسيارة، واعترف كذلك أنه كان ناوي يصدم حتى واحد الصديق ديال بدر اللي كان قريب من السيارة. إيوا واش بقى مازال؟ الاعتراف هو سيد الأدلة، وحتى أن واحد من المتهمين اللي كان راكب السيارة مع المتهم الرئيسي قال بالحرف من اللي ركبنا في السيارة
اتفقنا باش ندوزو على رضا ونقتلوه، يعني كيتكلم بصيغة الجمع. وهنا كيتضح لنا أن هذا العمل الإجرامي قام به أكثر من شخص واحد، بل مجموعة من الأشخاص. وهنا الدفاع ديال الضحية قدم طلب بإدراج تهمة تكوين عصابة إجرامية في ملف المتهمين. خوتي أكيد كاملين متفقين أن القضية ديال بدر واضحة وباينة وما يمكنش نضربوا الشمس بالغربال. المتهم من حقه يكون عنده محامي يدافع عليه، والمحامي عنده الحق يدير فيما في جهده باش يخرج الموكل ديالو سواء براءة أو واخا غير بأقل الأضرار. ولكن هاد القضية راها باينة. أولا الاعترافات ديال المتهمين كاملين أمام الضابطة الأمنية اللي كيقولوا أنهم تورطوا في قتل بدر، وأمام قاضي التحقيق كل واحد فيهم قال ها شنو درت وها شنو درت، والاعترافات ديالهم جات متطابقة مع الأقوال ديال الشهود اللي وصفوا كيفاش وقعت الجريمة من الأول حتى الأخير، وقالوا كل واحد فيهم أشنو شافوه كيدير. وفوق من هاد الشي كامل كاين فيديو ديال كاميرات المراقبة اللي كيتعتبر أكبر دليل على الجريمة، وماشي غير فيديو واحد اللي كاين، راه كاينين بزاف ديال الكاميرات المراقبة متواجدة بالباركينغ فين وقعت الجريمة. هاد المنطقة كلها كاميرات اللي وثقوا اللحظة ديال الاعتداء والسرقة ثم الدهس من عدة زوايا. إذا راه كل شي باين، وباين شكون اللي ضرب بدر، وباين شكون اللي حيد الماتريكول ديال الطوموبيل، وباين شكون اللي ركب وساقها، وشكون اللي ركب معاه فيها. من جهة أخرى أثناء الجلسة ووسط المحكمة الأم ديال بدر مسكينة انهارت بالبكاء بزاف ديال المرات من كتسمع التفاصيل ديال الطريقة كيفاش تم القتل ديال الابن ديالها، فما قدراتش تستحمل أنها تسمع كيفاش المتهمين هاجموا بدر وضربوه وسرقوه ومشوا للسيارة واتفقوا باش يدوزوا عليه بحال إلا ماشي بنادم هذاك. تخيلوا معايا الأم مسكينة كتستمع لنتيجة التشريح الطبي اللي بينت أن بدر تكرفص بزاف، ضربوه الكلوة، مشات ليه واحد اليد، مضروب في الراس، مهرسين ليه يديه ورجليه، وهذا الشيء بسبب انه ضربوه بالطوموبيل وبقاو كيمشيو وكيجيو عليه. وجروا كذلك المتهم الرئيسي معاه في الرويضة واحد المسافة اللي هي طويلة بزاف. الله يا ربي الله، لاش هذا الشيء كامل؟ واش هذا المتهم انسان عنده قلب بحالنا؟ اشو كان كيتخيل ديك الساعة بدر؟ واش كان كيتخيل شي حشرة كيعفس عليها برجليه؟ وحاشا لله واش بدر يكون هكاك. بدر اليوم هو شهيد عند الله سبحانه وتعالى. والله يحسن العوان للأم، راه الكبدة صعيبة، حملات وربات وسهرات الليالي حتى كبراته وشافته غادي في واحد المسار اللي هو مزيان وكانت فرحانة به، في الأخير يجي واحد ويدوز عليه بالسيارة بحال إلا كيدوز على شي حشرة، وهو فرحان بالجريمة اللي اقترف. وفوق من هاد الشي يجي والديه ويحاولوا بشتى الطرق يخرجوه براءة من الجريمة اللي اقترف. هم خايفين على ولدهم، ولكن ولد الناس معليش يتقتل، معليش يتكزر بديك الطريقة، ماشي مشكل عادي جدا، ولكن هو ولدهم، ولد الفشوش لا ما خصوش يتعاقب، ما خصوش يتربى، ما خصوش يتحاسب، هو خصو الفلوس، خصو الدريات، خصو الطنوبيلات، خصو الحشيش، خصو الشراب، يعيش الحياة بالطول وبالعرض، يعني يعيش الجنة ديالته في الأرض. بينما البشر الاخر ماشي مشكل الا داز عليهم وقتلهم، الدنيا هانية، دوك كيبقاو غير ولاد الشعب. خوتي خاصكم تعرفوا ان العائلة ديال المتهم الرئيسي مازال كتحاول تخرج الابن ديالها من السجن مهما كلف الامر. في الاول حاولوا يديروا مساومات مع ام الضحية وقالوا لها غادي نعطيوك 500 مليون وتنازلي على حق ولدك، ورفضات، وكتقول انا الا تنازلت راه غادي نعطي فرصة لهذا المجرم يخرج من الحبس ويمشي يقتل شي ضحية اخرى، لانه فايت ليه قاتل جوج ديال الرواح، جوج ديال الشبان قتلهم في حادث سير متعمد وما تحاسبش. عاد قتل دابا بدر وبغى عاوتاني ما يتحاسبش. ايوا شفتوا اخوتي الفشوش كي داير؟ انا ما فهمتش التربية ديالت هاد الناس، ولدهم تيبقى فيهم والضحايا ما عندهم فيهم سوق، اللي بغى يموت يموت، المهم روح ماما ما يبقاش في الحبس، ويتكويتك ما يبقاش في الحبس. اما ولاد الشعب ماشي مشكل، يتدفنوا تحت التراب، هادوك ما كينفعوا حتى شي حاجه، كيبقاو غير مجرد فقراء. المهم نكملوا من بعد مشاو لقناه شوف تي في، نظرا لانها قناه كبيره
والصوت ديالها كيتسمع، وهاد القناة كتقوم بواحد المجهود إعلامي وكتوضح للرأي العام في وسط القضية أولا بأول. فحاولوا حتى مع هاد القناة وساوموها بالفلوس باش ما تبقاش تحضر للجلسات في المحكمة، وما تديرش واحد تغطية إعلامية عليها، يعني باش المغاربة ما يبقاوش يعرفوا الجديد ديال هاد الملف، المغاربة ما يبقاوش مدينها مازال في هاد الملف باش هما يخلوضوا كيف ما بغاو. ولكن الحمد لله المدير ديال هاد القناة فرفض هاد المساومات وقال بالحرف بأنه غادي يبقى واقف مع الوالدين ديال بدر حتى ياخذوا حقهم من هاد ولد الفشوش. ومن بعد اخوتي دازوا للملف الطبي وبغاو يديروا ولدهم انه حمق وما كانش في الوعي ديالو اثناء ارتكاب الجريمه، وهذه محاوله من اجل كسب تعاطف الهيئه القضائيه باش يمتعوه بظروف التخفيف ويحكموا عليه انه مجنون وصافي يمشي للسبيطار ديال الحمق يجلس فيه شي ايامات وصافي ويخرج بحالاته لدارهم. هذه الخطه هذه كانت كدار شحال هذه سنوات ماضيه وكانت كتنفع، اما دابا لا، القضاء راه ولا صارم، المغرب راه ولا مغرب اخر، القضيه ما بقاتش سهله، ماشي غير اجي ودير راسك حمق، راه كاينه الخبره الطبيه اللي غيديروها الاطباء اللي محلفين اللي كيوكلهم القاضي، ماشي اطباء اللي غادي تجيبهم العائله ديال المتهم. هما هادشي اللي بغاو يديروا، بغاو يجيبوا ثلاثه ديال الاطباء ديالهم اللي غادي يكشفوا ليهم على ولدهم ويقولوا لهم راه السيد راه حمق. هادشي راه ما كيقبلوش العقل، وبطبيعه الحال القضاء راه بحال هاد الامور هادي راه ما غاديش يطيح في الفخ ديالها. واخر حاجه راهم دابا تيحاولوا مع المتهمين اللي مشدودين مع الابن ديالهم في نفس القضيه باش يبرؤوه هو ويلبسوا هما التهمه في بلاصتو. فبعد ما اعترفوا امام الضابطه الامنيه وقاضي التحقيق بان ولد الفشوش هو اللي كان سايق، يا سبحان الله كاملين غيروا الاقوال ديالهم امام القاضي وبداو كيلصقوها في بعضياتهم، لا هذا اللي كان سايق لا راه الاخر هو اللي كان سايق، واجتمعوا على ان ولد الفشوش ما فراسو ما يتعاود مسكين، هو كان غير راكب معاهم. يا سبحان الله، دابا غادي نكذبوا كاميرات المراقبه ونصدقوا هاد التحريميات ديال هادو. كلمه لبعض الناس اللي لاباس عليهم اللي تيربيو ولادهم على الفشوش الخاوي وفين ما ولدهم دار شي زبله كيمشيو يخرجوه منها، راه نتوما هما السبب ديال هاد الاجرام ديال ولادكم، وفرتوا ليهم الفلوس واللي حلوا عليها فمهم كيلقاوها قدامهم، ويلا غلطوا كتخرجوهم من المشكل بلا ما تعاقبوهم. حتى الولد صافي كيكبر واحد الطاغيه كيسحاب له راسو غير هو بوحدو اللي بنادم، اما الباقي مجرد حشرات كيديرها قد راسو كيقول لك بابا اي مامو غادي يفكوني وما غيخليونيش نبات ليله وحده في الحبس. شتو النتيجه ديال تربيتكم فين وصلت؟ ارواح بريئه تزهقات بلا سبب، عائلات تشردات، امهات ضاعوا في وليداتهم، وهذا الشيء كامل بسبب التربيه ديال الفشوش. في الاخير اللي نبغي نقول ان محكمه الاستئناف في مدينه الدار البيضاء اجلات النظر في قضيه جريمه قتل بدر الى الثلاثاء المقبل 27 فبراير الجاري. وبخصوص الجلسه الثانيه المتعلقه بالبث في الدفوعات والطلبات الاوليه فتاجلات الى يوم الخميس المقبل 29 فبراير الجاري. اذا الى هنا نكون وصلنا الى نهايه الفيديو، ما تنسوش تخليوا وجهه النظر ديالكم قضيتنا ديال اليوم من خلال تعليقاتكم. شكرا على حضوركم الكريم، خليتكم على خير، الى اللقاء.